طيب انا بنت مخربشه وناشفه جدا وتربيت شوارع. يا جماعه اللي في الادب اللي انتوا فيها دي خايفه قوي، بس السرير جامد جامد اخر حاجه، وانا ساعتها بقالي فتره ما نمتش على حاجه مريحه دي. ايه المحرومه دي؟ هو بيشرب ايه؟ بيشرب ايه؟ مقويات. فين السعداني بقى؟ والله بص انا حاسس ان الحفر ده ان شاء الله ربنا يوفقنا فيه والسيره دي هتتم على خير. حلو ده. هذا مين؟ ضغط 40 عندك؟ كل يوم الغدا عليا. اجيب اكل من شمس الله يا جمهور. الحمد لله احنا عملنا كل ده عشان الجمهور والله العظيم، والحمد لله يعني احنا ربنا وفقنا النهارده عشان الجمهور اللي جاي ده كله. ربنا الجمهور اللي جاي ده حاضر. الجمهور اللي جاي حاضر. اجهز يا شريف، اجهز يا شريف داخل عليك. شايف عروقه؟ الله. شايف عروقه؟ شايف عضلات الرقبة؟ لعبوها اولاد اللعيبه، خد الضربه لعبوها بجد. فين الشبكه؟ فين راحت؟ فين؟ قول ماما كده. بقرتنا وبرق برق وبرق بركات. بقرتنا وبقرت بركات. ذبحنا بقرتنا وذبحنا بقر البركات. بقر البركات يا جماعه مستنيين حاجه؟ بقر البركات. زكي عباس كامل، عباس كامل ده مخرج مش عارف. هو مين اللي سماك زكي يا زكي؟ ماما. اسلم في ام امك. عمرو يوسف كان ابن ناس قوي، كانوا محضرين ازاي يعني وصلوا في هذا الشكل. سافر. بنوصل جايبين مهندس من امريكا. احنا داخلين على النت وجايبين مهندس من امريكا، مستر ايهاب نور الدين. يا جماعه عايز اقول ان دي ولاعه شعد الدين. ممنوع تدخين في هذه السيارة عشان العيان اللي ورا تعبان.
يا دكتور اقول له